لو شاكين ان القهوة اتحرقت بفعل فاعل يا ريت تقولوا عشان ده هيتكتب في المحضر. ومين يا باشا اللي هيحرق لنا مكان اكل عيشنا يعني؟ انت شريك في المكان طبعا صح؟ شكك في حد؟ احمد الباشا بيسألك شاكك في حد؟ ربنا يعوض عليكم. ماما تعبانة قوي من ساعة ما عرفت اللي حصل. مالك يا أمي؟ في إيه يا حبيبتي؟ القهوة راحت يا عادل. مفيش حاجة راحت ولا حاجة يا أمي. شوية كراسي والمطافي خلاص طفيتها. أنا هروح أشوف دكتور. هتشوف دكتور فين دلوقتي؟ هشوف وائل. اهدي كده، مفيش حاجة مستاهلة كل اللي انت عاملاه ده. اهدي يا ام عادل كده وصلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا يما. جمعا يا ابني. لا قول لي يا حسن. هي يا ابني المحلات اللي زي بتاعت احمد وعادل دي مش بيبقى ليها تامين برضه؟ والله يا اما المفروض يبقى ليها بس هم ما بيامنوش. يا دي المصيبه. طب والحريقه دي يا ابني تقريبا خسارتها قد ايه؟ والله يا اما كارثه. القهوه اتدمرت، ده حتى الحيطان بقت فحمه. القهوه دي عشان تقوم لها قومه تاني مش اقل من 50,000 جنيه. دي خساره كبيره قوي قوي. الحمد لله على كل شيء قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. لا يا ام حسن، اي لقمه هموت من الجوع على بال ما اخلص صلاه. ابوس ايدك. حاضر يا حبيبي. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله. يا رب تعوضهم يا رب بكل خير يا رب. خير يا دكتور؟ عمرها ما وصلت للحاله دي. للاسف يا عادل ضغطها كان عالي جدا، بس هي احسن دلوقتي. هتمشي على العلاج ده كده لمدة يومين أو ثلاثة وإن شاء الله هتبقى كويسة، بس لازم تروح للدكتور بتاعها عشان يظبط لها حكاية الضغط دي. وألف سلام عليها يا عادل. السلام عليكم. ألف شكرا. السلام عليكم. لا خليك خليك، أنا عارف الطريق. السلام عليكم. تشيل شام مع دول. أنا إن شاء الله بكرة أستلم الشغل الجديد ومرتب كبير قوي كمان. هترجع تصلح القهوة وكل حاجة ترجع زي ما كانت. ايش نفسك؟ صباح الخير يا عيوني. صباح الخير. وانا نمت كتير. ايوه كتير كتير جدا جدا. بس كويس؟ مش كويس ولا حاجة. ليه يا حبيبتي؟ حلمت بأحمد حلم وحش قوي. خير؟ حلمت ان هو جاي بسلم عليه وبمد له ايدي، راح شد ايده وطلع يجري مني وقال لي بعدي عني. متخافيش يا حبيبتي، دايما كل الاحلام بتيجي بالعكس. ولا فكري في الموضوع ده خالص. انت تصحي كده تفوقي عشان انا هعمل لك احلى ترويقه. يلا صحصحي.
صباح الخير يا سعيد. لا لا مفيش حاجة، متخضش. ليلى كويسة؟ كويسة، أنا حضرت لها فطورة أهو وهتيجي تفطر معايا. هو أنت مش هتعدي علينا النهاردة؟ أبدا يعني مفيش حاجة طبعا، بس أنا كنت عايزة أتكلم معاك شوية بخصوص ليلى. طبعا البنت بتحلم بأحمد يا سعيد، حزينة حزينة قوي يا حبيبتي، وأنا مش قادرة أعمل لها حاجة. آه يا لنا، أنا بس بطمن عليكي. لا يا حبيبتي مفيش حاجة. آه ليلى هي قدامي هي وهتفطر معايا. قولي لها بونجور. بتقول لك بونجور. طب يا حبيبتي مع السلامة. ها احكي لي عن أحمد بقى. احكي لك عنه ايه يعني؟ شكله؟ لا حبيبتي انا شفت صورته حلو وزي القمر. احكي لي عنه، قابلتيه فين؟ طباعه ايه اللي بيعجبك فيه؟ اول مره قابلته فيها كان بابا معدي وهتخبطه عربيه، ظهر هو زي سوبرمان وراح انقذ بابا. ياه ايوه. وبعدين؟ بصي هو شاب عادي بس تحس ان هو هيرو، واحنا في المؤتمر مسافرين في اتنين عكسون، كان عايز يروح يضربنا. للدرجه دي؟ ضحكته كمان حلوه قوي، عامله زي البيبيات بتجنن. انت هتخليني احبه كده من كلامك عليه؟ وفعلا يستاهل يتحب. يلا بقى ربنا يسعده. في كذا مشكله يعني، خاطب وانا عيانه، ما ينفعش. ما تفكريش كده يا حبيبتي، ان شاء الله بكره هتخفي وهتبقي زي الفل. عارفه يا ماما، قبل ما اعرف احمد طبعا كنت بدعي ربنا كتير ان انا اخف وكده، بس بعد ما شفته بقيت ادعي اكتر واكتر، وبدعي كمان ان هو يحبني. ان شاء الله ربنا هيستجيب. مين؟ أم رؤوف. أهلا يا أم رؤوف، اتفضلي. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور، أهلا وسهلا. قلبي عندك. ليه خير إن شاء الله. أنت بتعرفيش اللي حصل امبارح؟ هو إيه اللي حصل؟ القهوة بتاعتنا سايبكوا ولعت. يوم سبتي؟ والمطافي جت والدنيا كانت مقلوبة لغاية الفجر. محدش قال لكم؟ يا هند. هند. إيه يا ماما في حاجة؟ يا بنتي، قهوة عادل ولعت امبارح الفجر. مين اللي قال الكلام ده؟ لسه مرؤوف قايلالي. خش يا بنتي كلميه مطمني عليهم في التليفون. عن اذنك يا مرؤوف. اتفضلي. يا احمد ايه اللي حصل ده؟ انا لسه عارفه. في ايه؟ حد حصل له حاجه؟ طنط؟ طب انا جايه حالا. باي. ايه هند؟ طلع كلام صحيح؟ يا ماما كافيه اتحرق وطنط تعبانه جدا وجابوا لها دكتور الفجر. انت رايحه لهم دلوقتي؟ طب استني هاجي معاكي. لا حول ولا قوه الا بالله. الو. هاي، انا بس كنت عايزه اكلمك، انت اول واحد النهارده. ميرسي جدا على خروجه امبارح دي، انبسطت جدا. لا مش مهم ابدا مين يشكر مين، بس بجد بقالي سنين ما انبسطتش كده. انا اتاخرت، انت نازل دلوقتي؟ اوكي باي. ازيك يا هنا؟ ازيك يا حنان؟ ازيك يا حنان؟ ازيك يا هالة؟ الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك يا حبيبتي، اتفضلوا. ايه اللي حصل يا حنان؟ الحمد لله يا هند على كل شيء. انتوا كلكم كويسين؟ الحمد لله. انتوا عامله ايه دلوقتي؟ كويسه. خش يا هند. بقولك يا هند، ماما ما تعرفش حاجه. ما تعرفش حاجه عن ايه؟ مش فاهم. ما هو احمد وعادل ما قالولهاش ان القهوه بقت على الارض، قالوا لها ان حريقه بسيطه يعني. تعالوا. صباح الخير يا حبيبتي. اهلا. اهلا يا سلامتك يا طنط. الله يسلمك يا حبيبتي. الف حمد لله على سلامتك يا طنط. الله يسلمك يا هاله. تشربوا ايه؟ لا ولا حاجه، احنا مش جايين الضيف. لا ما ينفعش. لا هات لهم حاجه ساقعه يا حنان. حاضر يا ماما.
ايه اللي حصل ده يا ست الكل؟ انت ضغطك عالي تاني؟ اسكت يا هند، انا ما كنتش قادره انطق. قاعدين بالليل نتفرج على التلفزيون ويجي تليفون لعادل يقول له الحق القهوه اتحرقت. بعد عنك من ساعتها لحد ما الدكتور جه اداني حبايه تحت اللسان، وانا كنت حاسه ان دماغي هتنفجر ورجلي مش قادره تشيل كده. برضو مش احنا اتفقنا مفيش حاجه تزعلك تخلي ضغطك يعلى للدرجه دي؟ مش بمزاج يا هند، ده المحل اللي ساترنا يا بنتي، ده مفيش قرش دخل بيتنا من 40 سنه غير منه. ربنا يعوض عليكم بالخير يا طنط. الله يخليك يا هلا. صحيح مبروك، احمد قال لي ان حسن طلب ايدك. الله يبارك فيك يا ماما عقبال مروه. حسن ده هديه يا هلا، انا مربيه على ايديا من وهو عنده 10 سنين، اصله يتيم زي احمد، واحمد قال لي انه عينه منك من زمان. شوف اتكسفت ازاي. احمد نزل من بدري؟ يا حبه عين، ده ما نامش ساعتين على بعض، وقال لي انه رايح شغله الجديد. ربنا يفتح عليه هو واللي زيه، يسعدك معاه يا هند يا بنت عفاف. مش هقبل اقل من 5-6000 جنيه على الخبر اللي انا جاي لك بيه النهارده ده يا جميل بيه. محمود خلصنا. مرات سعيد الكومي ما طلعتش ميته، طلعت عايشه ومخبيين خبرها عن الناس عشان الفضايح. الدنيا هناك مقلوبه، والجو في الفيلا ايه؟ متكهرب على الاخر. هو ده بقى الخبر اللي انت جايبه؟ وهو ده قليل. ماشي، ايه كمان؟ لا بقول لك يا جميل بيه، ما تاخدنيش في دوكه كده وتاكلني في الكلام. الخبر اللي انا جايبه لك النهارده ده معناه ان الراجل الكبير ده احنا مسكنا عليه زله جامده جدا. اي سعيد مين؟ سعيد الكومي؟ لا 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 خليه يدخل، امشي امشي انت دلوقتي. حاضر. اهلا 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 سعيد بيه، اتفضل. اهلا اهلا. ازيك يا جميل؟ الحمد لله تمام. انا عارف انك بتنزل الشغل بدري، قلت بدل ما اكلمك اجي لك اعمل لك مفاجاه على طول. مفاجاه حلوه قوي. قول لي الاول تحب تشرب ايه؟ اشرب قهوه. قهوتك ايه؟ عريحه. حاضر. قهوه عريحه وقهوه بتاعتي بسرعه. انا عارف انك مستغرب من زيارتي دي. بصراحه مش هحيرك كتير. مبروك اولا على بدايه الشغل في المشروع الجديد. الله يبارك فيك، ما هو الفضل طبعا يرجع لك، وده اللي انا جاي لك عشانه. سعيد بيه ممكن توضح اكتر؟ انت عارف ان انا سبت المشروع ده علشان يرسى على شركتك. عارف. يبقى بالبلدي كده ليه عندك واحده؟ وامرني. طلب بسيط قوي، مش قد المكسب اللي انت هتكسبه في المشروع ده. سعيد بيه من غير مقدمات، قول انت عاوز ايه وطلبك هيتنفذ. في ولد ساب الشركه عندي اسمه احمد شاهين، جالك امبارح وانت عينته عندك. مظبوط. والمطلوب؟ ما يتعينش. معقول سعيد بيه بجلاله قادره ينزل من بيته ويجي لحد مكتبي عشان حته موظف صغير ساب شركته وبيشتغل عندي؟ كفايه تليفون صغير وامرك يتنفذ. لا لا لا، وانت مأمك مكالمه صغيره برضه. بص يا جميل، الواد ده شاطر وانا معجب بيه واهتميت بيه ورقيته، بس حصل سوء تفاهم بسيط كده ساب الشركه، وانا مش هكذب عليك انا بحصره في اي مكان هيروح فيه علشان يرجع لي تاني. ياه، ده مهم قوي بقى بالنسبة لي. طب اسمح لي، يعني مش الشركة الوحيدة بتاعتي اللي في مصر؟ قصدك انه هيروح يشتغل في شركة تانية يعني؟ اكيد اكيد هعرف، ولما هعرف همنعه. ما انا حبايبي كتير زي كده جميل، اكيد مش هغلب. اكيد مش هتغلب. ممكن بقى انفسن عليك شويه واقول لك ان انا جايبك هنا عشان تشتغل محاسب زيي،
وإذ فجأة يا سيدي ألاقيك المدير بتاعي. لا أنا عارف إنك بتحبني وتتمنى لي الخير. وبعدين هو ربنا بيعوضني بعد موضوع حريق القهوة ده. غريبة موضوع الحريقة بتاعت القهوة دي، مش وقته خالص. تلاقي عادل أخوك هيتجنن دلوقتي. ربنا يكون في عونه والله يا منصور. الراجل باع عربيته عشان يجددها. معلش يا عم، ولا يهم. الحمد لله على كل شيء. طب أنا هطلع بقى عشان الراجل مستنيني. ها ماشي، بالتوفيق إن شاء الله. بس أول ما تخلص معاه عد عليا استناك. ماشي، يلا سلام. اعتبر موضوع أحمد ده منتهي تماما. أشكرك. نسيت أبارك لك على الموافقات بتاعت مدينة الكومي. على فكرة الخبر ده جاي لي من كنترول. الله يبارك فيك. ما تنساش أنت معزوم على الافتتاح. أكيد طبعا، مش هيفوت. أوعى ما تجيش. لا لا جاي طبعا. طيب يلا. لا خليك 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 يا جميل. شكرا. شرفت شرفت، مع السلامة. ازيك يا احمد؟ صحيح سوري على اللي حصل للقهوه بتاعتك. مش بني ادم انت، شيطان. مش بني ادم، شيطان. عارف يعني ايه شيطان؟ اغسل ايدك. مش هيسمعك انت، فاكر الدنيا كلها تحت امرك. اسكت يا احمد، عيب كده ما يصحش. ايه انت شيطان؟ مش بني ادم، شيطان. عارف يعني ايه شيطان؟ برضه مش هعمل اللي انت عايزه، برضه مش هعمله. اسكت يا احمد، عيب كده ما يصحش. اسكت ايه بس؟ فكر قبل ما تخسر كل حاجه. بس خلاص خلاص سيبوه. خلاص خلاص تعال معايا، تعال معايا خلاص على مكاتب. يلا تعال. ايه ده بقى؟ خلاص قول لي يا احمد، سعيد الكومي قال لك ايه خلاك تنفعل كده وكنت عاوز تضرب؟ دي حاجة بينا ما ينفعش اتكلم فيها. طيب بص بقى يا احمد، سعيد الكومي كان جاي هنا علشانك. عشاني؟ واضح ان الراجل يعرف عنك حاجات كتير ومهتم بيك جدا، ولما عرف ان انت هتتعين هنا طلب مني ان ده ما يحصلش. حضرتك قلت له ايه؟ سعيد الكومي له جمايل كتير قوي عندي، ما اقدرش ما انفذش طلبه. انا اسف. مش هقدر اعينك. تمام. استنى يا احمد، أنا لسه ما خلصتش كلامي. شوف يا أحمد، أنا ممكن أستفيد منك وأفيدك كتير قوي. إزاي؟ مش فاهم. واضح من اللي أنا شفته بينك وبين سعيد إن في حاجة مهمة بينكم، وكون إن سعيد الكومي بجلالة قدره يجي لحد مكتبي ويطلب مني إن أنت ما تتعينش، فده معناه إن أنت تعرف حاجة مهمة. مهمة قوي كمان. أنا صح؟ طيب عشان ما ضيعش وقت وقتك يا أحمد، أنا ممكن أشتري اللي أنت تعرفه بمبلغ كبير قوي، بس طبعا مش هقدر أقولك المبلغ كام قبل ما أعرف المعلومة إيه. ها؟ قلت إيه؟ مالك سرحانة في إيه؟ في ايه يعني يا هال؟ في فرحي ده اللي كل ما يتحدد له ميعاد ويقرب تحصل حاجه تبوظ الدنيا. ليه يا بنتي؟ مش خلاص احمد لقى شغلانه بمرتب كبير؟ خلاص بقى. ربنا يستر. شكلها كده النهارده مفيش مقابله حسن بقى. مقابله ايه بس يا هال؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ انا بقول لك اهو، خلاص روحي انت وانا هاجي وراك. رايحه فين؟ هروح بس مشوار بسرعه واجي. روحي. صباح الخير يا حسن. صباح النور. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ست البنايه؟ تنورت المحل، اتفضلي. ها تحبي تشربي ايه؟ لا لا ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ انت عايز تقولي عينها بخله ولا ايه؟ هشام نورني يا ريس. شوف ست الكل تشرب ايه؟ ميه. ميه ايه؟ ازازة ميه ساقعه واحلى كوبايه عصير من القهوه. طياره. نورتي. الله يخليك. انا كنت عند ام عادل عشان اللي حصل يعني، وقلت اعدي عليك. يا زين ما عملتي، نورتي وشرفتي المحل. هو احمد مش هينفع يسيب اللي وراه ويجيب هند عشان نخرج النهارده. خلاص نخرج احنا. لا لا مش قصدي. امال انت عايزه ايه؟
وانا كنت عاوزه اشوفك عشان كان عندي كام سؤال كده شاغلني وكنت عاوزه اجابه عليهم يعني. يا سلام، اسالي وانا جاوب. هو انت حسن ايه اللي خلاك تفكر تتقدم لي؟ يعني زي ما بيقولوا كده القلب ما يريد. وانت عندك كام سنه بالظبط يا حسن؟ يعني سني بالظبط 30 سنه وسبع شهور يعني كام يوم كده. يعني انت اكبر مني بثلاث سنين ونص. انت مش خايف من كلام الناس؟ مش خايف يقولوا من همه اتجوز قد امه؟ انا ما يهمنيش كلام الناس، انا كل اللي يهمني هاله وبس. ومش هيجي يوم تقول انت اكبر مني؟ ده كانت قطع لساني قبل ما اقولها. ويعني يا ستي لو لساني فلت وقلتها بتاعي تقتضي على يقول لي اهدى يا حسن. يا حسن لكم في رسول الله أسوة حسنة. هديتي كده وطعمي تاخدي نفسك. سلام بقى. لا 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 سلام ايه؟ يعني انت قعدتي تسألي مستخسرة في أي طلب صغير قد كده؟ اتفضل. تليفونك، عايز تليفونك. طب اديني التليفون بتاعك. لا أنا اللي طالب تليفونك. ماشي اديني التليفون بتاعك. تليفون انا اهو. يا سلام. بتسجل هنا قبل ما يتسجل هنا. معلش بقى طرف كمان. ممكن تسمحي لي يعني ابقى اكلمك في الوقت التاني كمان؟ ممكن. بجد والنبي ربنا يخليكي. سلام بقى. رامي خريج كليت لألسون ألمانيا، ومدام أمل هي اللي مرشحته. طب كويس جدا. أنت اتخرجت إمتى يا رامي؟ أنا اتخرجت 2008 يا فندم. تمام. طيب بص، احنا هنعمل لك عقد مؤقت وهنربطه بالمشروع ده. عايزك بقى تاخد الفايل وتذاكره كويس جدا وتراجع كل الترجمات بتاعت الايميلات والعقود القديمه كلها. وعايزك تبدا من بكره. ها عايزك على مكتبك من بكره. تحت امر حضرتك. تقدر تفضل. شكرا. عدي على مدام امل. ها اوكي. مع السلامه. تمام كده خلصنا من الترجمه. عايزك بقى تيجي معايا المصنع عشان نشوف وصلوا لايه في خط الانتاج. امتى بتحب نتحرك؟ يا دوبك على طول، بس مستني الباشمهندس عمرو يقول لي ركبوا الفلاتر ولا لسه. دي اخر خطوه، بعد كده التشغيل على طول. تمام. ها عملت ايه؟ باظت. هي ايدي اللي باظت؟ الشغلانه الجديده باظت يا عادل. هو ايه اللي بيحصل لنا بس ده يا رب؟ يعني اعمل ايه بقى؟ اشوف حد يسلفنا قرشين نصلح بيهم القهوه، ولا اجيب حد يشاركني بقى وخلاص؟ هو في حد عايز يشاركك اصلا؟ كتير. خلاص اعمل كده. انا ما كنتش عايز حد يشاركنا فرسنا يا احمد، كنت رافض الفكره من الاول. قبل ما اجدد عدى عليا المعلم عطيه وعرض عليا فلوس كذا مره، انا اللي كنت بقول لا. خلاص بقى بالليل وانا مروح بعد عليه واشوف لو الفكره لسه في دماغه، ولا انت ايه رايك؟ اللي انت شايفه صح عمله عادل. خلاص ربنا يسهل بقى.